بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونشكره على أن وفقنا لهذا اللقاء، بحيث نتحدث عن سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا ريب أن فقه هذه السيرة أمر ضروري شرعا، وسيكون في سلسلة لقاءاتنا في هذه الجلسات بإذن الله عز وجل. ولا ريب أن المؤمن مطالب بأن يتفقه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن حب النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. فالله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثم إن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق واقعي للإسلام، فالسيرة نفسها تطبيق للإسلام، ويترتب على دراستها أيضا محاولة تطبيق هذا الدين في واقع الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وتقريراته، حياته كلها إنما هي ترجمة حية لمعاني القرآن الكريم. فالله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجاء في حديث عائشة أم المؤمنين الصديقة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، قالت: كان خلقه القرآن، أي أنه كان قرآنا يمشي على الأرض. ولذلك من الأهمية بمكان دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تفسير للقرآن الكريم من حيث الأقوال والأفعال وغيرها. ولئن كان اللفظ القرآني في بعض الأحيان يحتمل أكثر من احتمال، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن ورد عنه بيان لما في ذلكم اللفظ، فإنه يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويترتب على ذلك أيضا أن القرآن أو الشرع كله إنما هو دين واقعي عملي، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طبقه في واقع حياته، ومن حوله صحابته رضوان الله عليهم، بحيث تنزل حكم الشرع في أرض الواقع فردا ومجتمعا. ثم إن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعمق هذا الحب في النفس، أي حبه صلى الله عليه وسلم، وتجعل المؤمن مرتبطا به صلى الله عليه وسلم، بحيث يجعله قدوة له. فلما كان قدوة للناس، وجب على هؤلاء الناس أن يدرسوا سيرته صلى الله عليه وسلم ليتعلموا كيفية اقتفاء أثره. فالله تعالى يقول كما سبق: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن هنا كان لزاما على كل مؤمن أن يتفطن لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يدرسها بتفاصيلها قدر طاقته وفي جميع شؤون حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل ذلك. اللهم إلا ما ثبت له من خصوصية صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يجوز فيها أن يقلد من قبل غيره، وإنما خصه الله تعالى بأشياء لا يقلد فيها، كمثل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 زوجات في وقت واحد في عصمته، فليس لأحد من الناس أن يقوم بذلك، وإنما الذي عليه العمل كما دل عليه ظاهر القرآن، وكما
دلت عليه سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الرجل إن تزوج عدة زوجات فلا يزيد عن أربع، فمثل هذا لا يقتدى فيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى الرد على مطاعن أعداء الإسلام، لأن هناك من الأعداء من يحاول القدح في هذا الدين عن طريق الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فينتقي أحداثا من السيرة ليتخذها سلما للطعن في هذا الدين الحنيف. ولذا دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة متعمقة تساعد على الرد على هؤلاء الذين يريدون طمس نور الشمس، وأن لهم ذلك، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فمن هنا كان على طلبة العلم وعلى أهل العلم بشكل خاص أن يتبحروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعاونوا على الرد على هذه المطاعن حتى لا يكون للأعداء الحق منفذ في إبعاد الناس عن الإسلام. هذا كله كما تقدم يساعد على تقوية الإيمان في النفس.